أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن يقال خليفة الله؟ لأن بعض ما يجوز أن يقال خليفة الله. الله ليس له خليفة، ولكن الله هو الخليفة سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السور والخليفة في الأهل. الله هو الخليفة ولا يخلف عن الله عز وجل. نعم، كلمة خليفة الله هذا غلط، الله ليس له خليفة. وأما قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة لمن سبقه من الخلق، خليفة لمن سبقه على وجه الأرض من الخلق وهو آدم عليه السلام، ليس خليفة عن الله. نعم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، خلائف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الخليفة هو الذي يأتي بعد من سبقه. نعم.